النهارده بمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم على المحترفين، تريزيجيه بسم الله ما شاء الله بيواصل التألق، استعاد مستواه بشكل كبير جدا جدا مع فريق اسطنبول باشاك شهير، واحد من الفرق الجيده في الدوري التركي. تريزيجيه سجل النهارده هدف في تعادل فريقه مع بشكتاش، واحد من اهم واكبر الفرق في تركيا، وده رابع اهدافه منذ انضمامه على سبيل الاعاره لهذا الفريق التركي، وكمان صنع هدف، يعني اربع اهداف وصناعه اهداف. تريزيجيه واحد من اهم العناصر اللي موجوده في منتخبنا القومي، واستحمل انتقادات كبيره جدا جدا كانت في غير محلها في وقتها، ويمكن اتكلمنا عن هذا الامر، لكن ان شاء الله ربنا يكرمه ويعود بهذا المستوى الرائع الحقيقه اللي بيؤهله ان شاء الله ان هو يقود منتخبنا الوطني ان شاء الله، لان هو انا متاكد ان هو هيكون احد عناصر ان شاء الله رجوع منتخبنا الوطني الى كاس العالم، او وصول منتخبنا الوطني الى كاس العالم مره اخرى او للمره الثانيه على التوالي، مع زمايله طبعا المحترفين خارجيا وداخليا في مصر، لانه يهمنا جدا 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 ان احنا نبقى متابعين حالة المحترفين اللي بره مصر. احنا اللي جوه مصر عارفينهم كلهم ودايما متابعينهم، لكن المحترفين بره مصر ان شاء الله نفضل نقول لحضراتكم، وسيظل دائما في دعم كبير لمنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة.